صدقة غضب الرب، واللي يقدر يتصدق أي سعد يقدر عليه يتصدق، واللي ما يقدر ينشر والله لجينا. وأنا تبرعت 100 على الناس. الله يجزاك خير. وعندك 100 نقطة أخت سما حابة تهدين المن؟ يستاهل علينا. ومثل ما قالت الأخت سما، فعلا الصدقة تطفي غضب الرب. ننتقل أخونا فهد القحطاني، حياك الله فهد، يا أهلا وسهلا. الله يكتب أجرك وجزاك الله خير على تقديم هذه الفقرة. 100 100. جزاك الله خير على تقديم هذه الفقرة، والله يكتب أجرك. وحنا نحث اخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدات انهم يتصدقون لهم ولوالديهم ولعمارهم ولانفسهم. الصدقه تدفع البلاء، وبركه في المال وفي العيال وفي الحال. واللي ما يقدر يتصدق ينشر، والدال على الخير كفاعله، والله يكتب لنا وياهم الاجر والعلم الطيب. الله يجزاك خير. تمام. عندنا تبرع بنية فؤاد عبد الله ب 600 ريال. من برضو ال فؤاد. الاسم الى فريق وليد بحيح، صحيح؟ صح. ايه 600 ريال بنية فؤاد عبد الله. الله يسعدك. 100. اقول الله يسعدها، والله ما ادري هو ولد ولا لا، لكن الله يسعده. والله يكتب اجرها. واللي عندي انا لابد من اي واحد انه فاقد لها غالي عليه. والله العظيم فاقد لك ابن عم ولا اخو ولا ابو ولا ام ولا يا اخي، تصدق ترى تحت التراب يتمنون انهم يرجعون عشان الصدقه. اي والله اني صادق. فتصدق عن موتاكم، موت المسلمين، والله يكتب اجرنا واجركم. مشرف تسمح لي بقصة بسيطة؟ سم بس نبي ناخذ اتصال من جميل وننتقل لاخوي مسفر. حياك الله اخوي جميل. الو السلام عليكم. هلا وسهلا. يلا حيو. يا مرحبا اخي. شلون انت شلونكم؟ سمي؟ جميلة. شلون زياد؟ زياد. هذه والدتك يا زياد؟ ها؟ اتبرع انا والدتي وولدي. جعلني قبل سنتر إليه. زياد والدتك ولا جدتك هذا؟ لبه يمه كم تبرعتي؟ 100 100. الله يكتب أجر سنتر إليه، الله يجعلني مفقود. أم زياد عندك 100 نقطة تهدينا لمن؟ 500. 500 الله يجعلني فداك سنتر إليه. يستاهل زياد، يستاهل زياد، ويعطيك العافية يا أم زياد. كتبتوا زياد يا اخوان؟ كان والله ودنا تعطينا كلمة، والله كان ودنا تقولنا كلمة يا اخوي. يوم سمعت زياد خلاص تلخبط المشاعر. يخليك لها ويفرحك فيها ان شاء الله، ويفرحها بك يا رب يا كريم. هذه ما قال ام الجميع، كل ام واحد من ربيعها. عز الله ام الجميع ان شاء الله، الله يحفظها ويطول عمره ويخليها لك يا زياد. ان شاء الله يا رب يا كريم. ناخذ قصة من اخوي مسفر. في قصة احد المرضى في احد المستشفيات كان عنده شلل، كان عنده شلل اتوقع انه نصفي. الشلل كان في يديه وفي رجليه وفي وهو في المستشفى. القصه هذه ترى موجوده في اليوتيوب اصلا. كان هو نايم، يجيه طير، يجي على الدريشه الشباك حقه، احنا نسميه الدريشه، الدريشه اللي الشباك، فهمت؟ يجي العصفور ذا او العصافير تجي الصباح او في كوك، طبعا تاكل من الحب. وش يسوي؟ كان حتى يحرك يد واحده، ياخذ من الحب او من الرز، عفوا من الرز اللي عنده، ويحط الطيور. اي اكل يجيه ياخذ منه يحط الطيور، والماء يحط الطيور. يقول في يوم من الايام شفت تصدق عن نفسه بحاجه بطعام. يعني لو ان الرجال مقتدر وقتها بفلوس زي الحالات هذه ويقدم زي الحالات هذه، قدم شيء بسيط. يقول مع فتره ومع زود كل ما قدمت حاجه، يقول في يوم من الايام جاء في عصفور كل ما نقر في الاكل، قام ينقر في الاكل. يقول كانه زي النمل في جسمي، ينغزني كذا في جسمي. سبحان كامل الله. وهو يسولف عن قصته هذه، يسولف بيديه التنتين. يقول كان الجهه هذه كلها ما تتحرك عندي. يقول بسبب بس اني قدمت حاجه بسيطه، هو الطير، يعني الطير. وسبحان الله العظيم قدم حاجه بسيطه وتحرك جسمه كامل. احنا هذول المرضى قدموا لانفسهم بالشيء، شيء قليل بسيط.
من طعام قدمه ولقى 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 ردها من الله سبحانه وتعالى. فانت يا اخي والله الذي لا اله الا هو والله يا مسفر يا فؤاد يا سالم يا محمد يا حسين يا علي يا محسن كل الربع هنا ولا مش ما نبي منكم شيء. حنا مجرد صله بين كل منا ينصح الثاني كل منا يدور خير الثاني. يا جماعه خير لو احلف لكم منا لا يوم الدين والله ما نبي منكم شيء الا الاجر اللي بيني وبينكم. لا اخذت من دراهمكم شيء ولا اخذت من دراهمي شيء. نقول بس قدم حاجه بسيطه لوالديك لاخوانك لاخواتك. يا اخي ناس في ناس غاليين عندنا مقصرين في الوصل. انا عندي عمات وعندي خالات وعندي وعندي اللي بعيدة دار واللي عمل بعيد دار مني هنا وتحت الثراء ما اقدر اوصله ولا اقدر اجيه في الديره الفلانيه. يا اخي على الاقل يا ناس احنا نقدم صله رحم بيننا وبينهم في الصدقه هذه نفرحهم فيها. عسى الله يوفقنا وياكم يا رب يا كريم. امين وياك الله يجزاك خير اخوي مسفر. ناخذ اتصال اخير من الاخت ساره. حياك الله اخت ساره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حابه اقدم نصيحه وتبرع. تفضلي. صدقه حتى لو ما صدقت انشر. صحيح. يمكن يجي واحد فاعل خير ان شاء الله تتقفل هذه الحاله باذن الله. وتم التبرع 100 ريال لعلي الناحي والده ان شاء الله الايصال باذن الله. يستاهل والله يكتب اجرك اختي ساره. عندك 100 نقطه تهدينا لمن؟ اكيد علي مناحي. يستاهل طبعا. معك علي مناحي على اتصال. اقول علي اقول الله يبيض وجهك يا ساره انت وسماء وكل من تبرع باسمي والله يعطيكم العافيه يكتب اجركم ان شاء الله والله يرد لكم ان شاء الله دبل الدبل ويريكم ما يسعدكم في حياتكم الدنيا عاد الاخره علمها عند الله سبحانه. الله يجزاك خير يا علي والله يكتب اجر ساره. تفضل يا لا خلاص ما في اتصال. استاهل الله يجزاك خير الله يجزاك خير الله يجزاك خير. ناخذ اخر مشاركه. الله يبيض وجهك يا حسين. صدق ولا هيبه صدق وتجتهد لكن تجاره الدنيا فانيه تجارة الآخرة دائمة. هذه اللي بتدفعها تبيرها تجارة بينك وبين ربك يوم تلاقي الله. فهذه تجارة الآخرة مثل ما أنت تتقامل وتتعب في تجارة الدنيا وتطمع حط تجارة بينك وبين ربك هي الدائمة. أسأل الله يوفقهم ونوصيهم بالتبرع. تجارة بسيطة شيء بسيط بس كلمة بسيطة أنا أقولها عني وعن أخوياي كلهم. أيها التاجر أيها الغني يا أخي إحنا نخاطبك أنت شخصيا. أنت كل شهر كل شهرين كل هذا الشهور كل سنة تغير في أثاث بيتك تغير في سياراتك تغير في لبسك تغير في نفسيتك برا وتروح تجي حر في حلالك جدا صح. ولكن والله الذي لا إله إلا هو قدم يا رجال. ما قلنا حلالك كم عندك ملايين قدم 500 ريال ما عاد قلنا 5000 500 ريال ما راح تخسرها. تكفى يا التاجر تكفى يا الغني حنا ننخاك أنت ما نبي منك شيء نبي منك شيء تقدمه للمرضى ذولا. فرحهم بس فرحهم. اي نعم وقدم من نفسك عشان الله يوفقنا وياكم ان شاء الله. كلامك يقول مسفر يقول 500 ريال عن نية عاشرة بنت حمد. اذكرها. عدل تكلم. قل يا ابو معدي. 500 ريال من عندي على نية عاشرة بنت الشاعر حامد بن فرح بن سمعة. وجه الله يكتب اجره. ها زياد؟ اي نعم. اخوي معجب الله يرحمه ونية جدتي نور الله يرحمها. الله يكتب اجرك. هلا خش بيبو معدي. تصدق قبل ترحل من حياتك يا رفيع الشان تصدق واغتنم الاجر عند الله سبحانه. تصدق قبل ترحل من حياتك يا رفيع الشان تصدق واغتنم الاجر عند الله سبحانه. والله يجزاكم خير يا اخواني. الله يكتب اجركم ووفقكم وتوفيق مبارك ولا هنتوا. والى هنا وصلنا الى الختام. نستودعكم الله والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سهل طيب. وجهك بعد روح. وجهك يا حبيبي وجهك. وجهك بعد روحي وجهك يا هلا. مشرف دحين كم نقاط؟ خلنا نشوف اللي بعد. رجع من دخل معي ملاحي ولا ملاحي.
ابشروا ابشروا بس عاد يا عيال، كل واحد 100 نقطه. الجميع من شارك واللي ما شا واللي ما جاء بعد بهذه له 100 نقطه. ابشر واحنا رايح للاداره. ابشروا بس عاد واجد مرضان يبي الدواء تبطى بالسهر ولا يا وجودي واجد مرضان يبي له لا لا ما تجي ولا يا وجودي واجد مرضان يبي يرتاح وش اتبرع اوه تصوت يا ولد اقولها حسين حسين جوي عليك وجه الله اتمنع عليك جوي حسين اطرف ما ادري من اكثر واحد تعبه في البرنامج من اكثر واحد لا لا من اكثر واحد فين جبرني من اكثر حلقه ست حلقه ست حلقه من اكثر واحد تحبه في البرنامج سرعه من اللي قبلت البرنامج فؤاد من اللي البرنامج ما يستغلون عليه فؤاد